بيستعمل كتير هيدا المثل لما بدنا نحكي عن شخص صيته منتشر ومعروف. هلا الناس بتفكر العلم هو الفلاج، نعم انما بهيدا المثل العلم هو اسم من اسماء الجبال، يعني بالفعل عم نحكي عن جبل. نعم فكانوا من زمان يولعوا دايما نار على راس الجبل حتى اللي مارقين يعرفوا انه هون في قرية، في منطقة مسكونة مأهولة، لحتى يقدروا يمرقوا فيها تيعرفوا طريقهم، احسن ما يروحوا على مطرح فارغ ما في حدا مش مسكون ويضيعوا. فكان كتير مشهور انه تتولع النار على الجبل المطل على القرية للعالم تعرف وين بدها تروح. فاذا شخص عم نقول عنه اشهر من نار على علم، يعني هو كتير مشهور اكتر من النار يلي منولعها على روس الجبال للعالم تعرف طريقة وين بدها تروح. أها حرب.